طيب يعني احنا معاكم ومكملين بكره ان شاء الله في ماتشات خاصه طبعا الزمالك وفاركو وعده لقاءات في الاسبوع 29 بنتكلم مودرن فيوتشر مع بلديه المحله وسيراميكا والاسماعيلي. لكن خليني اقول لكم عندي خبر خاص بالنادي الاهلي وخاص بمحمد الشناوي في الفتره القادمه والمرحله القادمه. الحقيقه عمليه التجديد بالنسبه له كانت موجوده وتم الاتفاق عليها في الفتره الماضيه مع كابتن محمود الخطيب شخصيا، وجلسه كانت موجوده مع الشناوي ورئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وكان اتفقوا على المبلغ المالي. لكن في الوقت الحالي هي بعد العروض وفي عرض قوي جاي لمحمد الشناوي بيصل ل 2.5 مليون دولار من نادي الوحده السعودي. وهنا محمد الشناوي اقترح وقال ما بينه وبين نفسه، وده قاله كمان للمسؤولين داخل النادي الاهلي، ان انا لو جددت ب 50 مليون جنيه اللي هو يعني مليون دولار يعني نص المبلغ اللي جاي له انا هكمل في النادي الاهلي. ده التفكير اللي بيفكر فيه الشناوي بعد الجلسه اللي ممكن كان قاعد مع كابتن خطيب فيها واتفقوا عليها كل التفاصيل، وكانت الجلسه بنتكلم في 30 مليون. هنا طبعا مع العرض اللي جاله ده خلى التفكير مختلف عند محمد الشناوي في عمليه التجديد. رايكم في النقطه دي يا كابتن خاص بالشناوي وعمليه التجديد؟ المقابل المادي كل واحد حر طبعا يطلب اللي هو عايزه، لكن تجديد للشناوي بشكل عام يعني رايك فيه يا كابتن؟ هو طبعا التجديد مهم جدا للشناوي، الشناوي عنصر رئيسي في النادي الاهلي بقاله فتره طويله جدا، ومن اهم عوامل النجاح في التيم والاستقرار الفني والاداء الفني للنادي الاهلي في السنين الاخرانيه. موضوع العرض ده مش جديد، دي تاني مره او تالت مره بيحصل له العروض دي. المرتين الاولانيين حصل فيه توافق وحصل فيه تنازلات منه وحصل فيه اتفاقيات بشكل ممتاز منه. الحقيقة كان مقدم مستوى عالي جدا في اللياقة اللي موجود في التعامل بينه وبين الإدارة. دلوقتي محمد عنده تقريبا 37 سنة، فاللي باقي في الكورة مش قد اللي راح، هيقعد يفكر الرقم ضخم. هو فرق الدولار بس يا كابتن اللي عمل كده. طيب ما يعني ما بقاش ضخم، هو ضخم طبعا. طب يعني هو ضخم ال ضخم كل حاجه، فرق الدولار ضخم الموضوع. فمن هنا هيحصل، هل النادي الاهلي هتبقى عنده الاستطاعه في انه يلبي طلبات محمد الشناوي اللي هي الاقل، ولا هيوافق والنادي الاهلي يستفيد؟ فهنا برضو، وهل هيبقى في مشكله في المركز ده يعني هو في مصطفى حالة وجود مصطفى؟ لا هو اصل انت خلي بالك، انت هنا دلوقتي عندك اتنين كويسين قوي. لما واحد يمشي هيبقى عندك واحد كويس قوي والتاني لسه الدنيا مين اللي هيبقى موجود وهيبقى مستواه عامل ازاي وهياخد امتى والاختبارات اللي هيدوس فيها والمواقف الصعبة اللي ممكن يدخلها ويشتغل فيها. لا الموضوع مش سهل طبعا. مركز حراسة المرمى ده مركز رئيسي جدا 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 لأي فرقة في الدنيا. فأنت هنا محتاج تفكير كبير قوي. الموضوع مش سهل طبعا، الموضوع مش سهل خالص طبعا. طيب كابتن أبو الدار رأيك؟ أنا رأيي فاروق إن العرض مغري يعني للشناوي بره طبعا، ولو لم النادي الاهلي وافق على احترافه. انا اصبح الوقت لدي حارس مرمى جيد تعتمد عليه زي مصطفى شوبير، عندك كمان حارس كبير انا شايف ان هو لو خد فرصه بعد كده اللي هو حمزه علاء حارس مرمى المنتخب الاولمبي. انت عندك علي لطفي، انت انا بقول لك هو كمان، وانت ممكن يرجع لك علي لطفي. علي لطفي سوري اسمه زنفولي. زنفولي سوري. لكن انا بكلمك النادي الاهلي ما بيعنيش يا فاروق، وشفنا لما الشناوي اتصاب مصطفى شوبير كان على قد المسؤوليه وادى بشكل جيد. حاجه زي ما قال الكابتن مجدي قال حاجه كويسه جدا، قال لك ان محمد الشناوي 37 سنه النهارده كمان يا كابتن، لما بتجدد وتقول انا عايز كذا عشان جاي لي كذا، ده هتعمل لك مشكله في اوضه اللبس. بقت اللعيبه تبتدي خلي بالك برضو عايش. خلينا متفقين على شيء، ان ما هو لا غنى عنه واحسن حارس مرمى امام عاشور لما جه برضو المبلغ اكبر من الفئات اللي موجوده الاولى في ما هو عشان لعيب محترف، ما هو اللعيب اللي بيجي من بره بيتعامل فئه اولى. يعني امام واخد 25 10 مهما كان في ضوابط، وخمسه من مهما كان في ضوابط، مهما كان في ضوابط ما تقدرش يا كابتن في النواحي الماديه
لا يمكن تقدر تسيطر عليها مع السوق. هي بقى ده انا هقول لك ما هي دي الفكره كابتن، تسيطر عليها ازاي؟ ان في لعيب يقول لك انا عايز اتساوى مثلا بالعيب وعايز طب ما ده على فكره تسيطر. موجود دلوقتي في احمد عبد القادر مثلا قال لك انا عايز اتساوى بامام عاشور. ايوه ما هو كله هيطلع بعد كده يا فاروق يقول لك انا عايز مبالغ. احنا هنا ده مش لا مش مظبوط. لما تيجي تقول انا عايز انا ما اعرفش الحقيقه فين اللي انت بتقوله دي معلومه. لو هو طلب كده طيب امام عاشور لعيب دولي فانت لسه مش لعيب دولي او الاشتراكات بتاعتك